تروحوا له للبيت، تكملون معاملته بالبيت، تكملون هاك. هاي احد الحالات اللي موجوده زين للطابق السادس تصعدون. ماكو مصعد واحد، ماكو بس واحد فاتحين. بس واحد يصير يعني شنو ودي يصير جوا؟ شنو ودي يصير جوا؟ ماكو، لا اكو تعديل، لا اكو نظام، اكو معامله والناس تجي ومرضى يدخلون بس واحد واحد. وسانا الحجه جبنا على شنو؟ على بس يشوفوها حتى يوقعون. ما بس يشوفوها؟ اي بس شافوها وجونا، واحنا بيتنا بالغزاليه ومن الستة لهسه. يلا هسه كملنا المعامله، هسه يلا كملنا المعامله. ليش ماكو اللي كانت تطلع عليها؟ لا لا ماكو. زين واتساب؟ يا ريت لكو. زين على الواتساب؟ مو صح، هسه قلنا لو على البرامج على الواتساب ويشوفوها مو احسن؟ من السبعة انخصم. ما يصير هيجي. من السبعة انخصم. هاي اختي جبت كملتها، كان يقول لي الا اشوفها. يابا شلون اجيبها؟ هي مو قاعده، لا جيبي لي اياها. جبتها مصعد ماكو، قول صعد والله بس يعني شباب عليها وهاي. صعد ساديه بس واحد فاتحي؟ يعني مصعد واحد، ثلاثه فاتحين بس واحد. وعلى شنو؟ بس شافوها ونزل. ها هي. ومره كبيره تعبانه. عمرها فوق ال 75 وسكر وضغط وسوفان وعيونها ما تشوف. منتهي، ما يصير هيجي. هذا مو حكي، هذا مو كلامي، هذا كلام الناس. تشوفوها يقول لك مره مقعده جايبيها لهنا. زين اكو اختراع اسمه واتساب، افتح كاميرا شوفها. انت مو تريد شهاده حياه؟ مو تريد شهاده حياه؟ يا اخي تواصل وياها عن طريق الواتساب. تواصل وياها عن طريق الواتساب. يعني هذا اللي يصير جوه. هذا اللي يصير جوه. كل دول العالم، كل دول العالم زين والعربيه تطلع لجان، تطلع لجان للبيت، هذا كبير بالسن يطلعوا له للبيت، وهذا مريض يطلعوا له للبيت. يبصموه ويكملوا الاجراءات مالته وخلاص، يطلعوا له التقاعد مالته. بس عندنا بالعراق المثله.